انا المشكل عندي كونسير محيده بزولتي، مشيت لواحد سميتو دي صوبو الشعر، لا اسمه معروف بلا ما نقول سميتو، كاين في المعارف، وطلبته قلت له دير انا عندي كونسير وحيده بزولتي وبغيت نعمل لي قراعي دوك شي مابقاش عندي الشعر، من ليا الشعر ناض ليا بحال حراش واقف. قلت لي راه كاين شي كيراتين، قالوا لي ما فيش دوك لي برودوي لي شيمي داكشي، مع الطبيب ديالي مبري مني ما نديرش هذاك الشيء ديال لي برودوي لشعري. قال لي وي كاين، صوب لي السمو الشعر وداكشي. ملي مشيت في العشيه صافي تنفخت، كل اللي تنفخت عينيا وجهي وش الراس ديالي، الجلده ديالو ولات هكا منفوخه، الجلده ولات قد هكا صافي، والعينين وكل اللي تنفخت صافي. وعاود مشيت رجعت ليه، ملي بقى تيتاسف ليا وداكشي ما بقى يدرس معاه صافي، من تبع ما بقيتش كندير هذوك لي برودوي كلهم. واحد صاحبتي وراتني هاد لي برودوي دابا اللي كاينين بيو، كندير دابا لي برودوي بيو داكشي، والحمد لله وليت لاباس. علاش مشيت للطبيب ديالي، وملي مشيت للطبيب خديت الدواء وداكشي، ملي سالت داكشي بقات تضرني الجلده ديال شعري، بقات بحال هكا منفوخه. درت هاد لي برودوي بيو اللي خرجات هاد خاصم عليا الطبيب بزاف، قال لي ما عندكش الحق انت دايره لاشيميو ودايره سمو، ما عندكش الحق ديري لي برودوي اللي فيهم كاع داكشي ديال السبايغ وديال بحال دابا الترطيبه ولا داكشي ممنوع، ما خصنيش نديرها، واش ندير كاع لي مواد كريميه وداكشي. قال لي داكشي راه واعر، ندمت بزاف حيت كنت بغيت زعما نصحاب راسي حيت يقولوا راه هكا كاين بخودوي، راه ما تي زعما برودوي بيو وراه ماشي بيو، كذب عليا. كنصح الناس اللي زعما كاين، انا كنصح بعدا العيالات اللي يكون عندهم شي مشكل بلا ما يمشيو يديروا دوك لي بخودوي ودك الترطيبات وداك السبايغ وداك شي كيراتين، داك الشيء راه كله زعما صراحه. انا راه دابا تشوفي التصاور ديالي كاشنو وقع ليا، وقع لي واحد المشكل اللي كنت نقدر نعمه فيه ولا وقع ليا شي حاجه في الراس. حتى الناس ديال المحلات ديال بحال دابا تيمشي واحد وتي زعما تيشرح لك وتتقولي لي ودي راه عندي مشكل، وتيقول لك اه راه عندي برودوي ما فيش حشومه. خاص الانسان زعما يراعي راه الانسان الصحه ديالو، راه الا مشات ليه ما تترجعش ليه، واللي عنده مشكل ديال الصحه هو اللي تيكون تيحس، هو اللي تيحس اللي عنده شي مشكل الصحه ديالو. الحمد لله وصافي، الحمد لله ملي الوغ تو سكي كيراتين تانينو. بون تانينو هي اخر مخرج، فيها بعض المواد طبيعيه، لان اي بروسبكتوس ما عندهمش الحق يكتبوا اي حاجه. الا كانت شي حاجه كيقول لك كاينه راه كاينه، ما عندهمش الحق، ما عندهمش لوتوريزاسيون، الا كاين لو بروسيدي كيفاش كيخرجوا داك لو طانا. هذاك لو طانا هو داك الصباغه اللي كتكون في لا بلانت ناتوريل، باش كيخرجوا كيخرجوها بواحد الماده شيميك، دونك تولي فيها لي برودوي شيميك. وكثر من هكا سي بالنسبه ليا داك الشامبوانات اللي كيديروا قبل باش يحلوا الزغبات الشعر، باش يدخل هذاك المواد اللي مسمينهم لو تانينو، باش يرد داك الزغبه او ميم طون، فيها واحد اللون او ميم طون مجبده بالسيليكون، وداك داك لو فير باش كيديروا داك لو دوغري 280 درجه على ما اعتقد. هذا راه كيضر بالشعره، وكيضر حتى بالذات، لان كاع داكشي اللي كنديرو فوق راسنا كيدخل للداخل ديالنا. فام لي مساكن ايزون يو ان كونسير، خاصه لو كونسير دو سان ولا دلوتيروس اللي ديجا كيضربها في لا فيمينيتي ديالها. من حقها تبقى هي زوينه وما عندهاش الحق في هاد لي برودوي شيميك، دونك يفو لالتيرناتيف هما دي برودوي ناتوريل، صباغات فيهم لي بلونت وكيتخلطوا بالماء، دونك ما كيضروهاش في صحتها، وكيعطيو لها الجمال ديالها، وكتبقى انيقه، وتبقى واخا دازت شي مرحله اللي ماشي هي هذيك في ذاك الوقت، ولكن هذا الشيء كاين حتى الماكياج، كاين يا بزاف د الحوايج اللي دابا الحمد لله متواجدين في الاسواق، منتوجات طبيعيه اللي من صديقه تقدر ديرهم المراه بلا اي ضرر على صحتها، خاصه الحوامل والنساء اللي عندهم لو كونسير.